ونلتقي بك عزيزي المشاهد من جديد. أحييك ويطيب لي عبر كاميرا دائرة الأحداث أن نلتقي ونجدد البحث في مختلف القضايا التي تهمنا جميعا نعايشها في مجتمعنا بالكويت من مواطنين ومقيمين حول عدد من أهم القضايا والموضوعات. أهمية هذا الموضوع للارتباط الوثيق والمباشر والعلاقة الدائمة التي تحكم الموظف في الإدارة العامة والجمهور من مواطنين ومقيمين. فمن منا عزيزي المشاهد لا يحتك بإدارة حكومية عامة لإنجاز معاملة أو لمتابعة وتصريف أمور حياته المعتادة. إن معاناة الإدارة العامة في جهاز الدولة بمشاكل وسلبيات عديدة وجوانب للقصور الإداري والتنظيمي والتشريعي وفي مستوى ونوعية وتأهيل الكادر الوظيفي ودعم هذا الكادر ليحقق التنمية الإدارية المطلوبة تعتبر أحد أهم المحكات الرئيسية التي يمكنها أن تطرح لمعالجة هذا الموضوع وطرح هذه القضية بشكل عام للمناقشة والتحليل. من الغريب طبعا أن يكون للكويت مشاكل في التنظيم الإداري كونها دولة نامية والإدارة حديثة العهد والتشريعات أيضا حديثة العهد، ولكن هناك الكثير من المشاكل والسلبيات والقصور الذي أدى بالإدارة الحكومية إلى التراجع عن معدلات الأداء المطلوبة. لهذا كله شكلت اللجنة العليا للتطوير الإداري بالمرسوم الأميري في أكتوبر من عام 84 لمعالجة هذه القضية وتشخيص المشاكل ووضع الحلول العملية لمعالجتها. وكانت الأهداف الرئيسية التي وضعت من أجلها عندئذ كخطة عمل حكومية لمعالجة هذه القضية تقييم مستوى وأداء الجهاز الحكومي العام للدولة، تحسين أساليب وطرق العمل المتبعة في الجهاز الإداري، تحديد احتياجات الجهاز الإداري من الموظفين والكفاءات على ضوء برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، النظر في فاعلية وسائل الرقابة القائمة، وأخيرا تنمية القوى العاملة في مختلف حقولها. ليسمح لي عزيزي المشاهد أن أمثله والرأي الآخر هذا المساء، ومثل أيضا حقه ورأيه المكفول عبر القنوات الإعلامية وعبر هذا البرنامج لمناقشة موضوع التطوير والتحديث في الجهاز الإداري للدولة. يسعدنا عزيزي المشاهد هذا المساء أن نستضيف نخبة من المختصين المعنيين عن بحث هذه القضية وتحليلها. يسعدنا أن نستضيف كل من معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ راشد عبد العزيز الراشد، ومن جامعة الكويت يسعدنا أن نستضيف الأخ الدكتور شعيب عبد الله شعيب، ومن القطاع الخاص يسعدنا أيضا عزيزي المشاهد استضافة الأخ سعد علي الناهض، كما يسعدنا أن نستضيف الأخ عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل ديوان الموظفين في لقاء سوف يجمعنا حول هذا الموضوع وما يرتبط به من قضايا وشجون متعددة لمشاكل التطوير الإداري وقضايا وشؤون التحديث في الجهاز العام للدولة. يسعدنا أن نرحب بكم هذا المساء في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول هذا الموضوع، ونبدأ طرح التساؤل الأول مع الأخ عبد العزيز حول أهم أهداف وخطة عمل وبرنامج اللجنة العليا لتطوير وتحديث الجهاز العام للدولة، الجهاز الإداري العام للدولة، والوسائل والإجراءات التي تمت حتى الآن لتنفيذ خططها وبرامجها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أكامل أود أن أشكرك وأشكر تلفزيون الكويت على هذه المناسبة واهتمام الإعلام بالذات لموضوع هو موضوع الساعة،
موضوع يهم المواطن بصفته مستفيدا من خدمات الدولة، وللموظف بصفته معطٍ خدمة للمواطن. في بداية الحديث عن هذا الموضوع لابد لنا وأن نرجع إلى الوراء عن الإدارة قبل النفط، ونتكلم عن الإدارة بعد النفط. إذا أردنا أن نقول مجازا هناك فصلا، إنما هناك تداخلا نوعا ما. فالإدارة الحقيقة لم تكن بحاجة إلى التطوير في بداياتها، أي قبل النفط، لأن الحياة لم تكن معقدة، وأساليب العمل لم تكن معقدة، وأخذ القرار لم يكن معقد، وميزانية الدولة لم تكن معقدة، بل نقول أن كانت الحياة بسيطة ببساطة البلاد وأهل البلاد. بعد مجيء البترول وبعد دخول الأموال والثروات التي من الله علينا بها، تعقدت هذه الإدارة الحقيقة، وزاد من تعقيدها أننا بدأنا أن تكون الدولة هي مركز جذب للوظيفة، وبدأ يدخل إلى الوظيفة الكثير من المواطنين والمقيمين، وبدأنا هنا نحس أن هناك خلل بالإدارة. فكانت هناك محاولات كثيرة، لكن هذه المحاولات كانت يقوم بها أما منظمات دولية أو مؤسسات دولية، لكنها دائما لم تكن نابعة من البيئة نفسها. ولهذا السبب اتخذ قرارا في سنة 84 شهر العاشر بأن تكون هناك لجنة عليا، وهذا القرار أتى بمرسوم، وأعطى هذا المرسوم المسؤولية لهذه اللجنة العليا، نعم، لتقوم بتقديم دراسة وافية حول الوضع الإداري في الدولة، وكيف يمكن إصلاحه إن كان به خلل، ومعالجة العيوب. نعم. عن الدراسات السابقة والاهتمامات السابقة في الإدارة أبو عبد العزيز، كله الأخ أبو مازن يعطينا فكرة عن الاهتمامات السابقة على مستوى الإدارة وتقييم معطيات الأداء في الجهاز الحكومي. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أبو عبد العزيز تناول موضوع الجهاز الإداري في سنوات أو في أواخر الأربعينات وأواخر الخمسينات، حيث كانت الإدارة الحكومية هي إدارة صغيرة وبسيطة تتعامل مع هموم الناس ومشاكلهم بشكل مبسط ومباشر. وبمرور الوقت وبزيادة الثروة النفطية ازدادت خدمات الدولة، من خدمات تعليمية إلى خدمات صحية وغيرها، وكان لهذا الأثر زيادة وتعقيد وانعكاس واضح على زيادة وكبر حجم الجهاز الإداري في الدولة. وبهذا النمو السريع وبهذه القفزة الكبيرة من مجتمع صغير بسيط إلى مجتمع معقد، حيث وصل عدد موظفي الدولة حاليا إلى 150 ألف بالتقريب، بين موظف وموظفة وعامل. هذا الموضوع في الواقع كان مثار اهتمام المسؤولين، وبالتالي سعوا إلى إعطاء الكثير أو المزيد من الوقت للدارسين المحليين والخارجيين. فبالنسبة للدارسين المحليين،
قاموا بدراسات مبسطة صغيرة وكانت في معظمها دراسات جيدة. أما بالنسبة للدراسات الأجنبية فبالرغم من كثرتها إلا أنها كانت دراسات نظرية وكانت تفترض أن الظروف متساوية كما هي في الغرب مع المواطن الذي يعيش في الكويت. هناك دراسات كثيرة جدا كما ذكرت، ومن أمثلة هذه الدراسات أو أبرزها الدراسة اللي قام بها الخبير كار حول إعادة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة، في دراسة أخرى حول تحسين عملية التخطيط وإعداد مشاريع الميزانية لأحد الخبراء جان موزلر، والدراسة التي قام بها الخبير جون مورفي حول تحسين مستوى التنظيم والإدارة لدى دولة الكويت، وهناك دراسات أخرى كثيرة قام بها البنك الدولي. من الأدلة الواضحة على أن هذه الدراسات هي دراسات نظرية ومن أطرف النتائج التي توصلت لها بعض هذه الدراسات هي الدراسة التي كانت تقول بأن قوة العمل الموجودة في ذلك الوقت كانت قادرة على إدارة 8 أضعاف العمل، وأن إنتاجية الموظف تبلغ 1 ساعة و37 دقيقة. هذا الكلام قد ينطبق على مجتمع أوروبي صناعي، إنما بالضرورة لا يمكن أن ينطبق على مجتمع مثل مجتمعنا، فكانوا لا يتحسسون مشاكلنا، كانوا لا يفهمون التقاليد والعادات، وبالتالي ابتعدوا كثيرا عن تشخيص المشكلة. نعم، لو نتناول أبو عبد العزيز جوانب أخرى حول موضوع الإجراءات والوسائل ضمن برنامج خطة اللجنة. بالحقيقة الأخ سعد أتى على الدراسات السابقة الحقيقة، وفي هذه الدراسة الحقيقة التي نحن بصددها التي أخذت فوق 2 سنة وقام بها مجموعة من الإخوة من الكويتيين وإخواننا العرب داخل الكويت، كانت الحقيقة تهدف إلى دراسة مستوى الأداء القائم الآن في الجهاز الوظيفي، من بعدين إلى محاولة لتحسين أساليب العمل الموجودة لدينا وتقييمها هل هي صالحة أو غير صالحة، وإلى تحديد الحاجات المستقبلية بالنسبة إلى البلاد فيما يتعلق في الإدارة، وأيضا التأكد من أن الوسائل الرقابية التي نحن واجدينها في قوانيننا مثل ديوان الموظفين وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية تقوم حقيقة بواجباتها وبمسؤولياتها، وأهم من هذا بالحقيقة هو تنمية القوى الوطنية. تنمية القوى الوطنية من خلال التدريب. لهذا السبب الدراسة أتت على توزيع العمل في 3 مجالات وفي 3 لجان. اللجنة الأولى وهي لجنة معدلات الأداء، واللجنة الثانية هي أساليب العمل، واللجنة الثالثة هي التدريب. إيش معنى أداء معدلات الأداء؟ مثل ما تفضل الأخ أبو مازن قال لك أداء الموظف بالدراسة التي عملها السيد كار قد يكون تصل إلى 1 ساعة و37 دقيقة. هل حقيقة هذه موجودة الآن 1 ساعة و37؟ أكثر؟ أقل؟ هل في ناس يشتغلون 12 ساعة وفي ناس يشتغلون 12 دقيقة؟ ما هو الخلل إذن وكيف معالجته؟ لابد أن يكون، إذا كان هذا كيف نعرف الخلل إلا بقياس معدلات الأداء، وكيف نقيس معدلات الأداء إلا بقياس المجموعات الوظيفية المتشابهة؟ نأتي إلى أساليب العمل، وهنا الحقيقة التي لدينا المشكلة، والناس تصيح وتقول لنا هناك روتين، أنا أقف بطابور ولا حد يحل مشكلتي، أنا أريد أن أخرج قضية بسيطة وأضيع وقتي. إذن هناك في أساليب عملنا
مخزون من الأخطاء، وقد يكون أخطاء كثيرة المفروض أن نكتشفها، وحيأتي على ذكرها. أنا متأكد أن الدكتور الأخ شعيب حيتكلم عنها في آتي حديثنا عنها. إنما أيضا نأتي إلى موضوع آخر ومهم، وهو موضوع التدريب. وموضوع التدريب الحقيقة هذا في غاية الأهمية، لأن لا يمكن أن تحسن إدارة تفتقد عنصر مهم وهو عنصر التدريب. لكن عنصر التدريب هذا ماذا يريد؟ عنصر التدريب يعتمد على الإنسان، والإنسان هو مواطن في هذا البلد أو كان مقيما يخدم المجتمع. فيجب على يعني تصورنا بالتدريب أن يكون هذا الإنسان أولا مستعد للتدريب، هذا الإنسان مهيئ له وسائل التدريب وهي المعاهد وما إلى ذلك، وأيضا هذا الإنسان مستعد أن يطور نفسه وبالتالي أن يعطى الحوافز المطلوبة. نأتي بالحقيقة إلى أمر مهم، وهي ما هي حقيقة الغاية من التطوير. الغاية من التطوير أمران الحقيقة، وذكرتها الخطة الخمسية. الأمر الأول الحقيقة هو أن نخلق المواطن الصالح، وهو الذي يعمل بالوظيفة لأداء خدمة أفضل لزميله المواطن. الأمر الثاني أن هذه الدولة التي أعطت هذا الموظف جميع الامتيازات تتوقع أن هذا الموظف يقدم خدمة اجتماعية للمجتمع، وليس أن يستمر ويبقى وكأنه موظف فقط يأخذ راتب دون أن ينظر أبعاد المسؤولية الاجتماعية التي تكتنفه. نحن بهذا الصدد نريد أن نرشد الصرف، نريد أن نعطي خدمة أفضل للمواطن، نريد أن نبتعد عن الروتين في أساليب عملنا، نريد أن نرفع من كفاءة الموظف، ونبتعد بالحقيقة عن الإزدواجية في العمل نفسه. سائل يسأل ما هي الوسائل التي ممكن أن نعملها لرفع المستوى؟ في وسائل حقيقة كثيرة، وهذه الدراسة أتت إلى مواضيع مهمة، منها خلق الإدارة المركزية للتدريب، وهذه مهمة جدا لأنها تربط عناصر التدريب بالدولة ككل مع ترك عملية التدريب بشكل غير مركزي. لدينا عمل ما يسمى بالحاسب الآلي الوطني، وهو الذي سيضم جميع المعلومات ويخزنها وتكون وسيلة لأخذ القرار الصالح. ولدينا أيضا فكرة مكاتب التطوير، بحيث تكون في كل وزارة مكتب للتطوير الإداري والفني، ويرتبط هذا التطوير بالخطة الخمسية، ومن ثم هناك مكاتب الخدمات للمواطنين. والقصد من هذا أن هذه الدراسة حاولت أن تسهل أساليب العمل وتخلق وسائل منظمة ومدروسة لخدمة المواطن من خلال مثل هذه المكاتب. نعم عزيزي المشاهد، عن المكاتب التي تحدث عنها الأخ أبو عبد العزيز، مكاتب الخدمة للتطوير تعتبر لا شك إحدى أهم الإجراءات والوسائل والأدوات التي سوف تستخدم لعملية التطوير الإداري. أخ الدكتور شعيب، لو تعطينا فكرة وللمشاهد عن موضوع مكاتب التطوير. بسم الله الرحمن الرحيم. تطرق الأخ أبو عبد العزيز عن الخطوات التنفيذية بالنسبة لتوصيات اللجان، ومن هذه الخطوات إنشاء مكاتب خدمة ومتابعة في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة. وركزت وجود هذه المكاتب أن تكون في الوزارات التي لها علاقة
بين الوزارة وبين الجمهور، وذلك لتسهيل مهم احتياج المواطن، وكذلك اعتباره كهمزة وصل بين الوزارة وبين المواطن. طبيعي اللجنة لما فكرت في موضوع مكاتب الخدمة كان الهدف منها تحقيق مزايا كثيرة. من هذه المزايا تفادي احتكاك الموظف بالمراجع، محاولة مساواة المعاملة بين مواطن وآخر، لأن المواطن ما راح يقدر يدخل على الموظف، وإنما فقط راح يكون مكتب الخدمة هو اللي راح يقوم بعملية متابعة المعاملة. إتاحة الفرصة للموظفين بمتابعة أعمالهم وعدم مقاطعة المراجع للموظف تفيد في تسهيل عملية تقييم أداء الموظف وتحديد الموظف الجيد والموظف الغير جيد، تسهل عدم تأثير المراجع بأي تقييرات إدارية في المعاملات المختلفة، لأن إذا كان في أي تقيير في المعاملة راح تتم بين مكتب الخدمة وبين الوزارة أو الجهة. طبعا في أكثر من وزارة أو جهة حكومية قامت بإنشاء هذه المكاتب في خلال الشهور الماضية، ولكن نتيجة لتقييم ديوان الموظفين لهذه التجربة وجد هناك نقص في كيفية إنشاء أو أخطاء في كيفية إنشاء هذه المكاتب، وهناك خطة تقييمية لدى ديوان الموظفين بتطبيقها مرة أخرى ومحاولة تصحيح الأخطاء التي حصلت في إنشاء هذه المكاتب، وذلك لتفادي هذه الأخطاء والاستفادة من هذه المكاتب في تحقيق المزايا التي ذكرتها قبل شوية. نعم نعم دكتور. عزيزي المشاهد، ذكرنا في المقدمة، مقدمة هذه الحلقة من هذا البرنامج، أن هناك عدد من المشاكل الرئيسية التي أصبحت تواجه الإدارة العامة في الكويت. هذه المشاكل التي بدأت تؤثر بشكل واضح في كفاءة ومدى أداء وفاعلية أداء الجهاز الحكومي للمهام والأعمال التي يمكن من خلالها قياس التنمية الإدارية وإدارة عجلة الحركة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. نود أن نتعرف عزيزي المشاهد مع الأخ سعد الناهض. بحكم ممارستك أخ سعد لوظيفة قيادية في الجهاز الحكومي سابقا، ما هي باعتقادك أهم المشاكل التي تواجه الجهاز الحكومي وتحد من كفاءة وفعالية أدائه؟ ما في شك أن دولة الكويت كما ذكرت سابقا شهدت طفرة كبيرة منذ أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات حتى الوقت الحاضر، طفرة من مجتمع بسيط صغير إلى مجتمع معقد تحكمه الكثير من القوانين والأنظمة وفيه الكثير من المتغيرات. طبيعي جهاز الدولة كأي جهاز آخر نما بنمو هذه الخدمات على اختلاف أنواعها. هذا الجهاز كان صغير وصغير للغاية. أتذكر أن عدد الأطباء في أوائل الخمسين كانوا يعدون على أصابع اليد، كان عدد المدرسين والمدرسات قليل جدا بالمقارنة لوضعنا في الوقت الحاضر. نجد أن عدد الأطباء وصل إلى ما يقرب من 600 طبيب وطبيبة، عدد المدرسين والمدرسات زاد على 10,000 في الوقت الحاضر، ولا طبعا وليست لدي أي إحصائيات معينة حول الفئات الأخرى في الوقت الحاضر، إنما يمكن القول أن هذا الجهاز الإداري بكبر حجمه وتعقيداته نمت، بالإضافة إليه مشاكل معروفة في أي مجتمع من المجتمعات الأخرى. برأيي أن أهم العقبات التي كانت تواجه الجهاز الإداري
في الوقت الحاضر ومن أهمها ما يلي: زيادة حجم الجهاز الإداري وزيادة عدد الموظفين إلى ما يربو على 150 ألف موظف وموظفة وعامل. هذه الزيادة والتي تسمى بالتضخم الوظيفي هي في حد ذاتها مشكلة، لأننا حاولنا أن نتغلب على الكفاءة بزيادة العدد، والسبب معروف، لأن السوق المحلي محدود في الكفاءات التي تطلبها الكويت. المشكلة الثانية والهامة أيضا هي نقص الكفاءات ونقص التدريب، بمعنى أنه مع وجود هذا الجهاز الضخم ما كان في كفاءات كافية لسير عمل الجهاز، وفي نفس الوقت كان الجهاز يفتقد إلى الكثير من البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءات الموظفين. من الظواهر العامة المعروفة أيضا أو من العقبات التي تواجه الجهاز الإداري ظاهرة الروتين الحكومي. الروتين الحكومي طبعا معروف وأشاروا للإخوان قبل قليل، الروتين هو عملية طبعا مزعجة للمراجع، و أداة تعطل مصالح الناس وتضيع الكثير من جهدهم ووقتهم. ولذلك انصب الاهتمام في الوقت الحاضر على حل هذه المشكلة عن طريق تبسيط الإجراءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية. من المشاكل الأخرى في الواقع تضارب الاختصاصات في أجهزة الدولة. نجد هذا التضارب أو هذا التشابك موجود ضمن الوزارة الواحدة، لأن الوزارة الواحدة فيها الكثير من التضارب بين كل إدارة وإدارة أخرى، في أيضا تضارب بين الوزارة ووزارات أخرى. طبيعي يترتب على هذا الهدر الكثير من الأموال والهدر الكثير من طاقات العاملين في المؤسسات الحكومية. في بجانب هذه في مشكلة اجتماعية نعاني منها منذ سنوات طويلة، وهي مثار حديث الناس وحديث المسؤولين واهتمام المسؤولين أيضا، وهي موضوع الواسطة. الواسطة في الواقع مرض، ومرض سيء، مسؤول عن الموظف بقدر ما هذه المسؤولية تمتد أيضا للمواطن. فهناك طبعا تساؤل كبير: من هو المسؤول عن تفشي الواسطة؟ هل هو الموظف أم المواطن؟ نعم أخ الحقيقة أبو مازن، في هذه النقطة بالذات أود عزيزي المشاهد أن أنقل وجهة نظر جميع المواطنين والمقيمين، ونكون صريحين من خلال هذا الحوار والنقاش. أخ أبو عبد العزيز، موضوع الواسطة وموضوع العلاقة التي تحكم الموظف بالمواطن إحدى أهم المشاكل التي تواجه الجهاز الإداري، ما رأيك في ذلك؟ أخ كامل، مثل ما تفضل الأخ أبو مازن، الواسطة مرض من أمراض هذا العصر، خصوصا في الدول العالم الثالث، ونحن لسنا إلا من هذا الجزء مع الأسف. والواسطة هذه الحقيقة بدأت بما نسميه تقديم خدمات لمعارف، وانتهت إلى أسلوب عمل، ونحن نرى هذه متفشية مع الأسف. يأتي واحد بالديوان يقول له عندي شغل، تعال لي باكر، يجي باكر في غيره جماعة موجودين، يسبقهم، يعطيه العمل، يترك الناس اللي جايين قبله. نأتي إلى طابور في مستشفى، شوف لنا واحد ينقز من وراء إلى قدام، ياخذ
أدوار الآخرين، تسأل ليش شبه، والله هذا فلان يعرفه. نعم. يجيك واحد في وزارة معينة، يجيك شلخ ملخ يدخل لك على الباب، يعرف له موظف يخلص شغله، ليش شبه؟ قال والله ما عارف. من هو المسؤول؟ المسؤولية الحقيقة مشتركة بين المواطن وبين الموظف. هذا الموضوع الحقيقة يحتاج إلى دراسة أبعد من دراسة الوظيفة وأبعد من دراسة التطوير. هي الحقيقة يجب أن نبتدئها في البيت، في المدرسة، في السلوك العام. يجب أن ننظر إلى المواطن الذي يأتي لإنهاء خدماته، وأنا أقول هالكلام هذا لإخواني الموظفين على جميع مستوياتهم، إن علينا إذا أتى المواطن فلنعتبره كأن جاي بيتنا يا أخي، ضيف علينا بالبيت، طاق الباب ولا هو جاي. هذا المواطن يأتي قاطع هالطريق وتعبان بالصيف أو بردان بالشتاء، فقط جاي حتى يسلم، ينهي معاملته. فإذا ما استقبلناه الاستقبال الطيب وعاملناه المعاملة الجيدة وعملنا الوسائل وهي إدارات خدمة المواطن وتأكدنا من نجاحه، نستطيع أن نتقلب على أجزاء كبيرة من هذه المشكلة. وهذه المشكلة مع الأسف موجودة عندنا، مشكلة اجتماعية يجب أن نعالجها بكل حكمة ودراية وأيضا بكل شجاعة حتى نقضي عليها. نعم نعم. بالإضافة إلى تكريس نظام فعال لوضع مراقبة على كل العاملين والموظفين في محاربة هذا المرض من الجهاز الإداري العام، هل هناك من نقاط أخرى أخ بومازن تود أن تطرحها من خلال المشاكل؟ في الواقع بجانب النقطة اللي أثيرت قبل قليل حول موضوع الواسطة، طبيعي يضيق الوقت لضرب الأمثلة لهذه الممارسات الخاطئة. كلنا يعرف الممارسات الخاطئة اللي قاعدة تتم فيما يتعلق بالواسطة، إنما في رأيي أنه علاج الموضوع يحتاج إلى دراسة تحليلية طويلة في المدرسة وفي البيت، دراسة تتولاها أيضا خطة التطبيق المقترحة حاليا، ومن أمثلتها مثل ما ذكر الأخ باب العزيز مكاتب خدمة المواطن التي قصد فيها عدم وصول الموظف إلى مكاتب الموظفين في الداخل، وغيرها من الاهتمامات الأخرى اللي ممكن الواحد يعطيها ثقل أكبر علشان أنه المواطن يفهم حدوده عند مراجعة أي دارة حكومية. النقطة الأخيرة اللي أحب الحقيقة أثيرها فيما يتعلق في عقبات الجهاز الإداري هي سوء توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري. هذه مشكلة موجودة منذ سنوات ولا زلنا نعاني من هذه المشكلة، وهذه لها أسبابها الكثيرة. نقص الكفاءة في حد ذاتها مشكلة يخلينا حنا نحط الكاتب يقوم بعملية الطباع، والطباع محل كاتب، والإداري محل فني وإلى آخره. إذن احنا عندنا مشكلة طويلة وعريضة لابد أن نحلها من خلال خطة التطوير المقترحة. برأيي أن الأساس في حلها من جانب ثاني هو وضع خطة تعليمية صحيحة لتوجيه الكفاءات اللازمة للدولة، بمعنى أن هناك كفاءات وتخصصات من خريجينا لا يجدون المكان المناسب لهم في إدارات الدولة، وهناك نقص واضح في تخصصات أخرى. إذا لابد من التأكيد على هذه النقطة في الخطة التعليمية. نعم نعم. الأخ عبد العزيز أعتقد لك وجهة نظر أو رأي. والله أنا أتفق تماما مع الأخ أبو مازن، وودي أضيف، يحضرني الآن بيت من الشعر الحقيقة عن الوظيفة، ويعني جزائها عند الله سبحانه وتعالى
وعند المخلوق نفسه، يعني هي عملية زائلة. نعم. فكما تقدم فيها جيد سيبقى عندك جيدا. يقول إن المناصب لا تدوم لواحد، إن كنت تنكر ذا فأين الأول؟ فقرس من الفعل الجميل فضائل، فإذا عزلت فإنها لا تعزل. صدقت. لأن كل ما نريده أن هذا الأخ الموظف الموجود كبيرا أو صغيرا عليه أن يفهم أنه مار مرورا على هذا الكرسي، والكرسي هذا هو تكليف وليس تشريف، عليه أن يؤدي الأمانة ويسلمها إلى الآخر ليشكر في الدنيا والآخرة. شكرا. نعم عزيزي المشاهد، أحد أهم المحاور التي يدور حولها هذا الموضوع ديوان الموظفين، والذي سوف يتحمل عبء كبير في المستقبل لتطوير وتحديث الجهاز الإداري. وأيضا ديوان الموظفين كان له دور فاعل وهام وأساسي ضمن عملية الدراسات وتشخيص المشكلة ووضع التوصيات من عام 84، وحتى وضعت هذه التوصيات قبل الشهر في عام 86. مع الأخ عبد العزيز الزبن نود أن نتعرف أخ أبو عبد الله على الدور الذي قام به ديوان الموظفين من حيث المهام والأعباء التي تحملها للتحضير والإعداد لعمل اللجنة العليا واللجان التحضيرية. بسم الله. باعتبار ديوان الموظفين مسؤول عن إعداد ميزانية الباب الأول اللي تبلغ للسنة المالية الحالية تقريبا 760 مليون، ولمسؤوليته على الإشراف على العدد والكم الهائل من الموظفين في الدولة، الوزارات الجهات الحكومية اللي تخضع لإشرافه، وكلت له مهمة التعاون مع اللجان التحضيرية واللجنة العليا للتطوير الإداري. طبعا مهمته التعاون مع هذه اللجان في إعداد دراسات والأبحاث اللازمة لهم، كذلك الديوان ممثل في هذه اللجان بقيادي، وكانت المواضيع التي تطرح في هذه الاجتماعات يقول ديوان الموظفين رأيه فيها، وإذا استدعى الأمر التحدث عن بعض الممارسات والخبرات السابقة أو الدراسات السابقة اللي أعدت في مجال التطوير والتحديث الإداري كان يبادر في عرضها على اللجان. طبعا أول ما صدر المرسوم بادر ديوان الموظفين بإنشاء وحدة تنظيمية في هيكل التنظيمي لتكون أداة ربط بين لجان التطوير وبين إدارات الديوان اللي راح تخدم على لجان التطوير بما تطلبه من دراسات وأبحاث واستقصاءات. طبعا اشتراكه في الدراسات والأبحاث كان من خلال باحثي، كذلك اشترك مع باحثين من جامعة الكويت ومن بعض الوزارات، اشترك في توزيع الاستقصاءات وتجميعها وتفريغها ودراستها، بلغت الاستقصاءات تقريبا 3000 استقصاء. اشتراكه كذلك في الزيارات الميدانية اللي قام فيها أعضاء اللجان التحضيرية إلى الوزارات للبحث في بعض الأمور اللي تدخل في اختصاصها، كلجنة إجراءات وأساليب العمل ولجنة معدلات الأداء. وبالمناسبة هاتين اللجنتين اشتركتا في بحث أمور إدارية في 8 جهات حكومية، وهذه 8 جهات حكومية تمثل تقريبا أعداد موظفينها 85% من أعداد موظفي الدولة اللي تبلغ تقريبا 150 ألف، يعني باقي 15% من أعداد الموظفين لم يتم التطرق لهم، وبالتالي ينصرف عليهم ما ينصرف على 85%. طبعا يعني درس تقريبا 37 ألف موظف إداري في الدولة، درست أوضاعهم من خلال هذه اللجان ومن خلال هذه الدراسات والأبحاث. قام الديوان كذلك بإعداد التقارير المرحلية الأربعة خلال عمل هذه اللجان،
وثم توجه في إعداده للتقرير النهائي طبعا بالتعاون مع اللجان وأعضائها. التقرير النهائي أو التقارير النهائية اللي هي تقريبا 5 تقارير، لجنة معدلات الأداء تقرير، لجنة أساليب العمل 3 تقارير، أحدها خاص بالحاسبات الآلية، وأحدها خاص بالتشابك والازدواج، وأحدها خاص بالأساليب وإجراءات العمل، واللجنة الأخيرة اللي هي التدريب. فخمس تقارير وعدت من قبل ديوان الموظفين، بالإضافة إلى ملحقات هذه التقارير اللي الآن معروضة على الجهات العليا. طبعا ديوان الموظفين دور الأساسي السابق اللي هو الخدمة المدنية والإشراف على تنفيذ الباب الأول من الميزانية، الإشراف على تطبيق قانون الخدمة المدنية ونظامه، الرد والإفتاء للوزارات والجهات الحكومية المستفسرة منه عن الأمور الخاصة في الوظيفة العامة في الدولة، بحث البدلات، مكافآت نهاية الخدمة، البعثات والإجازات الدراسية ومرورها من خلال الديوان وعرضها على لجنة الديوان. كل هذه الأمور السابقة كانت طبعا دور الديوان الأساسي، لكن في المرحلة اللي فاتت بالنسبة للتطوير كان المتعاون مع لجان التطوير الإداري والمعد للدراسات والبحوث المطلوبة من قبلها. نعم، شكرا. أود أن أخذ أيضا تعقيب آخر من الدكتور شعيب. لو دكتور شعيب بنظرة نقدية سريعة تعطينا فكرة عن هذا الدور الذي قام به ديوان الموظفين وتقييمه. طبعا مثل ما تفضل الأخ أبو عبد الله، كان دور الديوان مع اللجان في القيام بمساعدتهم تجميع البيانات المختلفة وتحليل هذه البيانات والوصول إلى النتائج التي توصلت لها الدراسة في النهاية. ولكن يمكن هناك تساؤل دائما كثر الحديث عنه، وخصوصا عن ديوان الموظفين في خلال العقدين الماضيين اللي هو 15 أو 20 سنة، وخصوصا العقد الأخير، أن الديوان هل الديوان الآن قادر أن يقوم بالمهام، بتنفيذ المهام والتوصيات التي ألقيت عليه؟ توصيات كثيرة ومشاكل يمكن كثيرة وجدت نتيجة للتراكمات السنوات الماضية، فهل الديوان بوضعه الحالي قادر على تنفيذ هذه التوصيات، أو أن هناك خطة تنفيذية الآن موجودة وموضوعة لكي يتمكن الديوان من القيام بهذه المهمة والتي ستلقى عليه نتيجة للتوصيات التي توصلت لها اللجان؟ نعم، شكرا. هناك أيضا نقاط أخرى نود الاستمرار في بحثها مع الأخ أبو عبد الله حول موضوع أيضا الديوان قام بكون أمانة سر أو أمانة لكل الأعمال والجهود التي بذلت لتشخيص وبحث المشكلة. ومن واقع هذا الدور الفاعل أيضا هناك أعباء أخرى سيتحملها الديوان في عملية التطوير. الدور القادم للديوان إن شاء الله راح يكون دور تخطيطي إشرافي إرشادي للجهات الحكومية والوزارات اللي راح تنفذ خطة التطوير. نعم. الخطة وضعت من قبل الديوان واستعرضتها لجان التطوير التحضيرية واللجنة العليا ومجلس الخدمة المدنية ومعروضة على مجلس الوزراء. إذا أقرت راح إن شاء الله يبدأ الديوان بتطبيقها بالتعاون مع مكاتب للتطوير ستكون موجودة في الوزارات، وستكون تحت إشراف الديوان بالتعاون معه ولتوصيل المعلومات والإرشاد والأشياء اللي تتطلبها رقابة الديوان على تنفيذ توصيات لجان التطوير الإداري. فالدور القادم للديوان إن شاء الله من جهة التطوير راح يكون تخطيطي إشرافي إرشادي، إمداد الوزارات الجهات الحكومية بما تطلبه من خبرات أو من كوادر معينة. سيكون الديوان مستعد بعد فترة وجيزة جدا، لأن بدأنا الآن في إعداد الكوادر الكويتية وتدريبها
حتى تقوم بمهام المرحلة القادمة إن شاء الله. نعم نعم، نود أن نأخذ رأي الأخ أبو عبد العزيز كون رئيس الديوان أيضا وجهة نظر. أحكام الحقيقة مثل ما تفضل فيه الأخ أبو عبد الله، هناك توجه، لكن لازم نعرف كامل بأن المهمة كبيرة وهي معقدة، ويجب أن نفهم أيضا أنه ليس بمجرد ما تعمل دراسات وتقدم تقارير تنتهي القضية. مجلس الخدمة المدنية الحكومة رأت بأن الإخوة الذين قاموا بعمل هذه الدراسة متعاونين مع مجلس الخدمة المدنية الماضي أن يستمروا أعضاء في مجلس الخدمة المدنية الآن حتى يستفاد من خبرتهم السابقة، ونعطي الاستمرارية ليس فقط في النواحي النظرية وما تم فيها، إنما أيضا مراقبة التنفيذ، وهذا أمر مهم جدا. خذ مثلا، علينا أولا أن ندرب ما يقرب من 24,000 موظف، وعلينا أن ندخل في عملية التدريب الكلي لجميع القيادات العليا والمتوسطة والتي أقل من المتوسطة. علينا أن نجهز الأعداد الكبيرة جدا التي يربو عددها على 240 مدرب. علينا أن نعمل جميع البرامج التدريبية لكل فئة من الفئات، وعلينا وعلينا وعلينا. لهذا السبب أرجو من المشاهد المواطن أن يتحمل معنا ويعاوننا، وليس بيدنا عصا سحرية، إنما نحن مجتهدين نرجو أن نصيب لنحصل على أجرين، وإن لم نصب فأجر واحد. فعلينا أن نحاول، وهذه المحاولة أود أن أؤكد أن هناك استعدادات كبيرة في مجلس الخدمة المدنية والديوان لجلب الأعداد الكبيرة من الشباب الكويتي الذي ستوضع ويعطى إن شاء الله هذه الأمانة بالتعاون مع جميع الأطراف لتنفيذ هذه الخطة. وعلينا أن نطلب من الموظفين، إخواننا الموظفين جميعا، أن يأتوا أيضا ويهبوا معنا يدا واحدة برفع هذا المستوى. وهذا نداء منا جميعا إن شاء الله، والله يوفقنا، لأن نريد الكويت الحقيقة تكون دائما قدوة ومثل في أمور كثيرة منها الإدارة. نعم نعم أبو عبد العزيز. أيضا عزيز المشاهد، أود أن أنقل وجهة نظرك ورأيك للأخ الدكتور شعيب الذي عايش مشاكل وتشخيص مشكلة الإدارة العامة في الكويت. دكتور شعيب، كما هو معروف أن من أهم المشاكل الإدارية والتي سبق للأخ أبو مازن استعراضها، وأيضا أود أن أؤكدها بنقل وجهة نظر المشاهد لك، من أكثر هذه المشاكل التعقيد في إجراءات المعاملات والروتين والتأخير والبطء في إنجاز هذه المعاملات. ما هي أهم الوسائل اللي اقترحتموها لمعالجة هذه القضية؟ أخ كامل، طبعا المشاكل الروتين موجودة بصورة أو بأخرى في معظم الإدارات الحكومية، وهذا الإحساس وأهميتها وردت حتى خصصت لها لجنة خاصة لدراسة أساليب وطرق العمل ومحاولة التخلص من الروتين الموجود. بالإضافة إلى ذلك، أحد الاختصاصات اللي هو محاولة استخدام الحاسب الآلي بقدر الإمكان للتخلص من هذا الروتين. أضف إلى ذلك، لو نظرنا لأهداف الخطة الخمسية، من أهداف الخطة الخمسية هي تنمية إنتاجية القوة العاملة في الدولة، ومن ولتحقيق هذا الهدف هناك سياسات، وهذه السياسات أحد هذه السياسات هي زيادة إنتاجية الموظف أو القوى العاملة. ولتحقيق هذه السياسة ومن الوسائل لتحقيقها اللي هو زيادة التخلص من الروتين ووضع دليل إجرائي واضح
لكي أتخلص من هذا الروتين والتعقيدات الإدارية. طبعا هناك واضح التقاء بين أهداف اللجنة لجان التطوير والخطة الخمسية في معالجة هذا الموضوع وأهميته بالنسبة لزيادة الإنتاجية. قامت اللجنة لتحقيق هذا الهدف وللتعرف على المشكلة بشكل دقيق، قامت اللجنة أولا مثل ما تفضل الأخ أبو مازن بالتطرق أو النظر للدراسات السابقة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى دراسة الهياكل التنظيمية الموجودة في الوزارات لأن قطعا لها تأثير على الروتين والتعقيدات الموجودة. أضف إلى ذلك القيام بزيارات ميدانية للعديد من الجهات المختلفة في الجهاز الحكومي، وسأحاول أن أذكر بعض الجهات اللي قمنا بزيارتها وزيارات ميدانية للوقوف على المشكلة الحقيقية. وحاولنا باختيارنا للعينات أن تكون الجهات أو الوزارات اللي نزورها هي عبارة عن الجهات اللي لها علاقة وثيقة بالجمهور. من الزيارات على سبيل المثال اللي قمنا فيها وزارة الإسكان، جمعنا بيانات إدارة الطلبات والبحوث في وزارة الإسكان وعملية تخصيص والتوزيع والمتابعة بالنسبة للبيوت. زرنا وزارة المواصلات بالنسبة لتركيب ونقل وإلقاء واستبدال وتركيب تلفون في الكويت. الخدمات البريدية مثل الحوالات وبيع الطوابع. قمنا بزيارة وزارة الشؤون والتعرف على الإجراءات الخاصة بالمساعدات العامة، بدل الإيجار، تصريح العمل وإلقاء والتحويل والخدمات المشابهة لي. كذلك قمنا بزيارة وزارة الكهرباء، معرفة ما هي الإجراءات بالنسبة لإيصال التيار الكهربائي أو قطع التيار الكهربائي أو متابعة الشكاوي المختلفة. أضف إلى وزارة الداخلية بالنسبة لتجديد السيارة، فحص السيارة، عدم الممانعة الحصول على الإقامة. هذه بعض الأمثلة اللي حاولنا تجميع بيانات من الجهات والوزارات المختلفة. طبعا نتيجة لتجميع البيانات من الجهات المختلفة كعينات، لأنه لا يمكن باستطاعتنا أن نقوم بتجميع بيانات عن كل المعاملات المختلفة، وإنما في خطة التطبيق راح يكون هناك تجميع لجميع البيانات المختلفة. نتيجة لتحليل البيانات اللي حصلنا عليها من الجهات ذي كعينات، وجد أنه لا يوجد هناك دليل واضح إجرائي بالنسبة لكل معاملات في أغلب الحالات. نضرب مثال، لو رحت لأي معاملة المعاملات يمكن في أول خطوة يطلب منك الجنسية، الخطوة الثانية أو الثالثة يقول لك والله عطني شهادة الراتب. فالمفروض يعني عشان يكون الدليل واضح، أول خطوة أروح لها المفروض كان طلب مني جميع المستندات المطلوبة، علشان إذا كان أنا مستوفي لجميع الطلبات أقدر أكمل، بدل ما أني أروح لنص المعاملة وبعدين يقول لي ارجع والله يروح يجيب شهادة الراتب. فكان من المفروض من البداية تحديد المستندات المطلوبة وتكون معروفة لدى أول موظف، وهذا السبب اللي خلى يمكن اللجنة تقترح مكاتب الخدمة عشان يكون مكتب الخدمة موجود في الإجراءات واضحة موجودة، وبالتالي المواطن يعطي كل المستندات المطلوبة للمكتب ذي، وبالتالي ما له احتكاك في أي بالموظف. الموضوع الثاني أو المشكلة الثانية الموجودة يمكن بالجهاز اللي هي عملية الهياكل التنظيمية الموجودة. الهياكل التنظيمية الموجودة نتيجة للتفريعات اللي حصلت نتيجة لزيادة عدد الموظفين أدت إلى أن خلقت نوع من الروتين، لأن أنا حطيت رئيس قسم جديد وبالتالي لازم أخلي الورقة تروح عشان يوقع، لأن دائما المفروض أي إجراء أضعه يجب أن أخذ في الاعتبار ما هو هدف الإجراء. إذا ما كان له هدف يحققه فالمفروض أنا ما أضع الإجراء. في بعض الأحيان تروح يمكن تسأل يقول لك والله عندنا رئيس قسم المخازن،
تسأل وين المخازن تلاقيها حجرة. فما أعتقد أن أنا أحط رئيس للمخازن في وزارة كل ما هنالك المخزن عبارة عن ورق. فالسبب أني وضعت الشخص هذا يمكن لأنه كويتي والله وخريج، فأنا لازم أضعه بوظيفة أو بمنصب. بالعكس يجب أن نغير الفكرة. أنا ما في علاقة أن أخلي شخص يشتغل بدون ما أعطيه وظيفة إدارية أو عنوان للوظيفة، ممكن أزيد راتبه إذا كان هو يشتغل أفضل من أنه يكون رئيس قسم. النقطة يمكن الثانية، وجدنا لا يوجد هناك متابعة وتقييم للإجراءات. يمكن في إجراءات وضعت من 4-5 سنوات يحصل عليها تغيير بدون ما توثق، بدون مكتوبة. يمكن الموظف لما يقيب مو معروف شنو الإجراء لأن الموظف مو موجود. النقطة الثانية، لا يوجد تنسيق بالنسبة للإدارات في داخل الوزارة الواحدة، وكذلك تنسيق بين الوزارات المختلفة. تلاقي تضارب في الطلبات اللي يطلبونها بالنسبة للإجراءات. وجدنا هناك في نوع من تركيز السلطة في يد مستوى معين في من الإدارة في الهيكل التنظيمي في الوزارات. أضف إلى ذلك، لازلنا نعتمد على الوسائل التقليدية في تخزين وجمع البيانات، واللي راح نتطرق لها يمكن في التوصيات أكثر في التوصيل. من الأمثلة اللي تطرقنا لها، يمكن راح أتطرق الآن إلى مثال من أحد الوزارات، والمثال دي راح يكون أمثلة كثيرة عندنا عليه. على ضوء راح يقوم الديوان بالوضع المقترح بتطبيق هذا الطريقة على جميع المعاملات المختلفة. والآن راح انتقل لعرض إجراءات خاصة بمعاملة تجديد دفتر السيارة. لو نظرنا للشكل اللي أمامنا أو الجدول، نجد أن الإجراءات الموجودة هي عبارة عن 12 إجراء. لما جينا نناقش الإجراءات ذي مع المسؤولين في الإدارة، حاولنا أن نجمع الإجراءات ذي ونقلصها. فمثلا لما نمر للإجراء الأول اللي هو مراجعة الشخص للاستعلامات لسحب الطلب الخاص في المعاملة، الإجراء ذي حاولنا دمجنا معاه إجراء رقم 2 و3 و5 و6 و7. فكأن الآن بدل ما يكون 6 إجراءات عملناهم في إجراء واحد كما هو واضح. فشلنا مراجعة الشخص استعمالات لسحب الطلب الخاص بالمعاملة، دمجنا معاه الخطوة الثانية اللي هو استيفاء البيانات المطلوبة، دمجنا معاه إرفاق أوراق التأمين وإجازة القيادة، دمجنا معاه التأكد من ضرورة الفحص الفني طبقاً لنوع السيارة، دمجنا معه مراجعة الاستعلامات لاستيفاء جميع الشهادات والأوراق الرسمية، ودمجنا معه تدقيق المعاملة من فريق الحاسب الآلي. فكأن الآن بدل ما يكون عندي 6 خطوات أصبحت خطوة واحدة ومركزة في جانب، بدون ما نخل في موضوع الرقابة. الخطوة الثانية، دمجنا الخطوة الثانية أصبحت الآن اللي هي مراجعة الشخص السوابق لدفع الغرامة. طبعا مضطر الشخص يروح مكان ثاني عشان يراجع للسوابق، قسم السوابق، ويتأكد منه ما في سوابق على السيارة. بس في المستقبل طبعا بعد تطبيق الحاسب الآلي وربطه بين الإدارات المختلفة في إدارة المرور، راح تكون العملية حتى الخطوة اللي راح نتخلص منها وتنضاف للخطوات الستة ويصيرون خطوة واحدة، لأنه حيكون في ربط واحد بين الكمبيوتر الموجود في الإدارة، وبالتالي يقدر يوصل العمليات دي. فاختصرنا الآن لو لاحظنا 12 خطوة إلى 4-5 خطوات. طبعا احنا نأمل من عملية الإجراءات اللي قمنا فيها نطبقها على كل المعاملات الثانية. والآن ألخص اللي قمنا فيه بجدول آخر يبين فيه المعاملة
في بيان المراحل التي تمت بها المعاملة يبين في جهة الإنجاز حسب التسلسل ومراحل الإنجاز والموظف القائم بالإنجاز، ونشوفها هي عبارة عن 4 خطوات. الأربع خطوات تمت في 4 أماكن بس بدل 12 خطوة، وذي كتلخيص، ونأمل أن تتم الإجراءات ذي على جميع الإجراءات المختلفة، وبالتالي يكون عندنا دليل إجرائي واضح نتمكن من تطبيقه. يكون سهل لتدريب الموظفين، سهل لأن أنت لما يجي المراجع معروف ما هي الإجراءات التي تتخذ. يمكن أحد المشاكل الموجودة لمسناها في بعض الأماكن في توصيف للإجراءات ذي وتحديد الإجراءات، ولكن المشكلة أن تجد في بعض الأحيان تتغير الإجراءات دون دراسة وافية. يمكن تحصل غلطة بسيطة أن نغير الإجراء، في بعض الأحيان يمكن تحصل غلطة مو مسؤولية الوزارة، مسؤولية المواطن. فإذا كان النظام حصلت غلطة مو معناها النظام خطأ ولازم أغير النظام، لأنه لا يوجد هناك نظام كامل 100%، لأن النظام وضع، أي نظام يوضع للحالات المعقولة. إذا كان هناك شخص يتلاعب أو يجب أن تكون هناك نوع من العقوبات لهذه المخالفات، ويجب عدم تغيير النظام إلا بعد دراسة مدروسة وافية لهذه الإجراءات. ونتوقع أن يكون عندنا دليل متكامل لجميع الإجراءات المختلفة. طبعا نتيجة لهذه المشاكل اللي شفناها توصلنا إلى توصيات معينة. من هذه التوصيات يجب أن تكون هناك دليل واضح لكل معاملة في كل وزارة، دليل شامل يشمل كل المعاملات المختلفة الموجودة في الوزارة. يجب أن يتضمن ما هي المستندات المطلوبة من أول نقطة عندما يدخل الموظف. يجب أن يوضح على شكل خرائط تدفق خط سير العملية. يمكن من المشاكل الموجودة كذلك طريقة أو المكان الموجود اللي يتم فيه عملية. ويمكن أحسن مثال لو رحت لوزارة الداخلية الآن عملية تجديد دفتر السيارة وعملية الإجازة، لأنها انحصرت الآن في صالة واحدة، تلاقي العملية يمكن تتم في خلال 10 أو 15 دقيقة أو أقل، حتى في خلال 8 دقائق أعتقد. يجب أن تكون هناك نوع من توفيض السلطة للمستويات الدنيا الإدارية، أني أنا أحط لما يكون هناك دليل واضح ونظام واضح فما في داعي أني أنا أخلي الإجراءات ذي مربوطة في مستويات عليا من الإدارة، وإنما يجب تفويض للإدارة الوسطى والدنيا. الاهتمام طبعا مثل ما تفضل الأخوان السابق، الاهتمام بالتدريب بالإضافة إلى مثل ما تفضل فيه وعبد العزيز توعية المواطن، ويجب أن يتحمل المسؤولية. ما يصير أن احنا دائما نلقي المسؤولية على الجهات الحكومية، وإنما يجب صح في الجهات الحكومية مسؤولة وعليها مسؤولية، بس يجب كمان المواطن أنه يتحمل المسؤولية اللي عليه ويقوم بواجبه. طبعا نقطة أخيرة اللي هو استخدام التركيز على استخدام الحاسب الإلكتروني لتسهيل المعاملات. اقترحت اللجان وجود قاعدة للمعلومات الوطنية تربط كل المعلومات وتخزنها بطريقة يسهل استخدامها. وأحسن مثال يمكن أن لو رحت مثلا الآن لجهة معينة يطلبوا منك ورقة من التأمينات الاجتماعية، المفروض أنا ما في داعي أجيب الورقة، المفروض في اتصال في الكمبيوتر الموجود في الجهة اللي أنا رايحة والجهة الثانية يقدروا يشوفوا المستند اللي هم يطلبوا يستخدمونه. أحسن مثال يمكن لو شفت البنوك الآن، لو رحت أنت أحد الفروع وتبي الرصيد وحسابك في المركز الرئيسي ممكن تطلع في نفس اللحظة. فالقاعدة البيانات اللي نطلع لها إن شاء الله تكون موجودة على مستوى الدولة، وبالتالي تستطيع أن تستفيد منها الجهات المختلفة في الدولة. دي يمكن تلخيص موجز لما توصلت إليه اللجان وعرفتها من مشاكل بالنسبة للإجراءات المختلفة وتوصياتها المختلفة. وأعتقد راح نتطرق إلى طريقة التنفيذ
عندما نتكلم عن خطة التنفيذ اللي أوصت بها اللجان التحضيرية. نعم. أيضا عزيزي المشاهد، حول خطة وبرنامج الإجراءات والمتعلقة بسير العمل واللي تفضل فيها الدكتور شعيب، أود أن أخذ التعقيب الأخير والذي يمكن أن يجمع كل ما طرح من أفكار وأراء مع الأخ أبو عبد العزيز. أكامل أولا، أود أن أشكر الدكتور شعيب عن تلخيصه جيد الحقيقة للجنة أساليب العمل، والحقيقة من شرحه اتضح لنا وين موجودة الأخطاء ومكامن الأخطاء وكيف يكون علاج هذه الأخطاء إن شاء الله في حديثنا القادم. بالنسبة لموضوع أساليب العمل، نجد أن هناك أخطاء تحدث من خلال التراكمات الوظيفية المتعددة وخلق الوظائف دون تحديد المسؤولية، والمثل اللي تفضل فيه أن هناك 12 خطوة نحتاج فيها 4 خطوات. السؤال الذي يأتي، إذا عملت بكرة 12 خطوة وهي تحتاج 4 خطوات، في عندك 8 موظفين زايدين، شو تسوي فيهم؟ هنا ندخل الحقيقة في الخطوة الثانية، وهي ما يسمى بإعادة التأهيل، لأن بالنتيجة إدخالنا لتسهيل المعاملات وأساليب العمل ومعرفة أداء الموظف لعمله، الغاية منها هي رفع مستواه وبالتالي إدخال النظم الجديدة، بحيث أن هذا الموظف الذي يعمل في هذا الجهاز نستطيع أن نؤهله من خلال التدريب إلى عمل أفضل، قد يأخذ راتب أفضل ودرجة أفضل بمجهود هو يقدم نفسه. إذن نحن نريد الحقيقة من هذا العمل أن نرفع من مستوى هذا الموظف، وفي نفس الوقت نخفف من الإجراءات ونساعد المواطن في نفس الوقت. نعم أبو عبد العزيز. عزيزي المشاهد، تظل هي قضية الجميع، الكل مسؤول وبلا استثناء، المواطن المقيم والموظف على مختلف أصعدة ومستويات العمل في جهاز الدولة. المطلوب هو التعاون المثمر الصادق والبناء لخدمة برامج وجهود التطوير والتحديث الإداري. المطلوب الرقابة الذاتية من كل موظف على نفسه، ومحاسبة النفس وإحياء الضمير عند العمل. المطلوب هي مسؤولية وطنية ومشاركة الجميع في إثرائها والأمل والتعاون لخدمة برامج وجهود التطوير الإداري، وأيضا هي مسؤولية الدولة في إيجاد الجهاز الذي سوف ينفذ التوصيات العملية التي ستوضع موضع التطبيق لمعالجة والقضاء على المشاكل الإدارية العديدة والمتكررة، والتي من أهمها تراجع كفاءة أداء وفعالية أداء الجهاز الحكومي. هذا أيضا ما تبنته الخطة 50 في مبرراتها وتوجهاتها الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ركزت أولا على التنمية الإدارية. نأتي عزيزي المشاهد إلى نهاية مطاف هذه الحلقة، وقبل أن أختمها أود مرة أخرى أن أشكر ضيوفي الذين شاركوني الحوار والنقاش هذا المساء، كل من الأخ راشد عبد العزيز الراشد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والأخ الدكتور شعيب عبد الله شعيب من جامعة الكويت، والأخ سعد علي الناهض من القطاع الخاص، وأيضا شاركني الأخ عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل ديوان الموظفين في لقاء جمعنا حول هذا الموضوع. سنستكمل في الجزء الثاني موضوع وضع التوصيات ومراحل التطبيق في الواقع العملي وتنفيذها، وبحث كل ما يتعلق بهذا الموضوع. شكرا لك عزيزي المشاهد على المتابعة، ونأمل أن نلتقي في الأسبوع المقبل لنكمل هذا اللقاء، وفي أمان الله.